كوجبه سحور، بما انني انا كنستعمل اكثريه في الوجبات ديال السحور شي حاجه اللي تكون بارده ومنعشه، وفي العشاء يعني كنطيب العشاء ضروري الطاجين كنديرو، اما في السحور كنديرو خفيف بحال اللي غادي نقدم لكم ان شاء الله. غادي نقدم لكم كل يوم وجبه سحور تكون منعشه وخفيفه. واول وجبه سحور اللي غادي نعطيكم كفكره غادي نحتاجوا فيها، هنا عندي بسكوي، اي نوع من البسكوي محتاجينه يعني متوفر عندكم. عندي نص اترو ديال الحليب، واحد 3 معالق كبار ديال كريم باتيسيير غبره، 4 معالق كبار ديال السكر او على حسب الذوق، واي نوع ديال الفاكهه متوفر عندكم. انا هنا اختاريت الفواكه هادو اللي كتشوفوا معايا، يعني فرومبواز، التوت الازرق والتوت الاسود، وعندي كذلك بنانة، وعندي واحد معلقه كبيره ديال المربى ديال الفريز. غادي ناخذ كاسرونه، غادي ندير فيها نص اترو ديال الحليب، غادي نزيد 4 معالق كبار ديال السكر سنيده او 3 على حسب الذوق، واحد 3 معالق كبار ديال الكريم باتيسيير. جوج 3 ديال المعالق صافي. غادي نخلط مزيان ونخليه حتى ونديرو فوق البوطه حتى كيعاد لينا الخليط ونحيدوه. كنخليو الكريم باتيسير ديالنا يوجد يعني عاد، وكندوزو نوجدو الفواكه. كيف صبع ليا ذكرت اي فاكهه متوفره عندكم. غادي نقطعهم طريفات صغار، صافي الكريم باتيسير ديالنا ها هو وجد. غادي نطفي عليه ونكملوا التحضير ديال الفواكه. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال كونفيتير ديال الفريز او اي كونفيتير متوفر عندكم، اختياري ممكن ما ديروهش. ممكن في بلاصه الفواكه ديروا فواكه الجافه بحال مثلا اللوز، القرقاع، اي حاجه، حتى التمر، الزبيب، ممكن ديروا اي فاكهه متوفره عندكم. صافي دابا غادي ندوزو لطريقه التزيين. غادي نحرك مزيان كريم باتيسيير، وغادي ناخذ معلقه، ناخذ الكؤوس اللي غادي ندير فيهم، انا اختاريت هاد الكؤوس. بسم الله، غادي ناخذ شويه من البسكوي، شويه من الفواكه، وغادي نحط مازال مره اخرى كريم باتيسيير. غادي نوريكم اكثر، انا درت كؤوس كبار، ممكن ديرو غير كؤوس صغيرين. غادي نعاود مره اخرى بسكوي، فواكه، صافي هذه الطبقه الاخيره.
هذا هو الديسير ديالنا. غادي نكمل بنفس الطريقه. هذه هي وجبه السحور ديالنا كيف كتشوفوا، الطريقه جد سهله ومبسطه، وكذلك المكونات بسيطه. نتمنى انها تنال اعجابكم، وبالصحه والراحه. ما تنساوش تشتركوا في القناه، وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونطلعوا ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن وجبه سحور سهله ومنعشه وخفيفه. كنتمنى انها تنال اعجابكم، وبصحة وراحة، ونخليكم مع الفيديو.